لمن أرقى نفرح سوا بكرة أحلى إيدي بإيدك معا أقوى together stronger إيدي بإيدك معا أقوى نبني نعمل لمن أرقى نفرح سوا بكرة أحلى إيدي بإيدك معا أقوى إيدي بإيدك معا أقوى نبني نعمل لمن أرقى نفرح سوا بكرة أحلى إيدي بإيدك معا أقوى. إنها الحالمة تعز حباها الله بمناظر خلابة تسلب العقول والأنباب يطل عليها جبل صبر المتلألئ بجماله الأخاف والمتألق بخضرته طوال العام. أما سكانها الطيبون فكان لهم نصيب الأسد في التعليم والثقافة والخبرة في شتى المهن. لكن ما شهدناه مؤخرا من أوضاع متردية كان له الأثر الأبلغ في خلق أجواء البطالة، فيلحظ الوافد إليها انتشار أكوام عالية من القمامة وأعداد هائلة من مخلفات البناء منتشرة في أرجاء المدينة. شوفنا مع فادي لما ينزل محافظ. يا سلام يا سلام. ها لما كان يجي محافظ نبصر النظافة هذه. ها ولا أي مسؤول ولا قخسنا داخل البلاد هذه داخل العبارة داخل وقت الأمطار كلهم يعبنا. جميل. كيف قلت لي؟ المخلفات هذه أقول لك نتيجة الأعمال التي تم بإلقاها بقلعة القاهرة. والذي قام بإنزال. تمام. وخلوا هذه الأماكن وخلوها كلها مخلفات. أيوة. وأصبحت يعني كأنه ما صلحت القلعة ولا كأنه بو قطع الطريق على أصحاب الحارة. قد تم قطع الطريق على أصحاب. أي هذه اللي طريق. هذا الذي الطريق كانت طريق سيارة من القاتلة هنا لجنب الأجبار الله. بابور ما بنقدرش ندخله. وهذا ما أدركناه في منظمة معا أقوى، فأوليناه جل اهتمامنا إيمانا منا بضرورة الحفاظ على سلامة البيئة. إزالة المخلفات الموجودة في الشوارع أو من خلال تحسين الشجرة لمئة شاب وشابة نوفر فرصة عمل لمدة 30 يوم. هؤلاء الشباب إحنا نشتي نستخدم طاقاتهم وقدراتهم في تقديم خدمات اجتماعية للمجتمع. هذه الخدمات قد تكون فلتحي في عز تعز الحالمة تجري جنى خضر الرياض الناعمة يسقي النسيم سهولها وجبالها كأسا على لحن الطيور النابمة واللبنس في أسوارها وبيوتها يسري بأسباب الرخاء الدائم وجه التحية والشكر لهذه المنظمة ولداعمين لهذه المنظمة. أشكرهم لما يقومون به من أعمال في نحو الوطن وأوجههم تحية خاصة لأنهم أفتاد محافظة تعز. فتم اختيار مدينة تعز القديمة، فقمنا بإعداد برنامج يهدف إلى الآتي: رفع كل المخلفات وتحسين المظهر الجمالي للمدينة، تنمية الوعي البيئي والولاء الوطني ليتحمل المجتمع مسؤوليته في الحفاظ على المدينة القديمة، توفير فرص عمل ليستفيد منها أكبر قدر ممكن من المستهدفين كخدمة للمجتمع المحلي، تشجير وزرع ما يصل عدده إلى 1400 شجرة في أنحاء متفرقة من المدينة. فشكلت فرق العمل الميداني وباشرت جميع أعمالها على مدى شهر كامل، فتم رفع ما يربو على 2530 طنا من مخلفات البناء
وما يزيد عن 570 طنا من القمامة، وزرع 1200 شجرة في أنحاء متفرقة من المدينة. عندنا الحمد لله يا ولد استغرب جميع الكوريجات المحاضر حتى مصبوب اشتغل وعماله كمان نتيجة المشروع تماما.
لا تكون المحافظة كلها كذا نظيفة، وتوعية المواطنين يعني، وبرامل برامل النظافة حتى يكون المواطن يخرج النظافة الزبالة الأوسط البرمي. ما دام انتم بداكم بالمشروع هذا نشين نبدا بمشروع السائله، كيف اسوي؟ ساعدونا على طول. الناس خوافي ما كانوا يدخلوا، خوف من يقولون ثعابين بوحنشان، قلنا ما بس ولا حاجه، ما بقول المداخل بس تمام. الان خرج الماء وصل الخزان وعلى الماء بيمشي، نشتي تفك الماء تبصر الماء بعينك عشان تفك القصبة هناك تمام، وتشوف الماء وهو يصب بعد ما انتهى المشروع تمام. هذا الله يرضى عليكم. اخر يوم والله نحن زعلانين، كان اتحدى واحد يقول مو زعلان، والله نحن زعلانين ومقهورين. حياكم الله، والله المشروع هذا حلو بس لو كان طول المده شويه علشان نشتغل، نطلب الله على نفسنا وعلى عائلتنا.